<تصفح> أعزائي الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة إن شاء الله على اختبار الوحدة الأولى من كتاب العمالقة من صفحة 32 تعال على طول نروح لي السؤال الأول فين إذا فالوينج دايالوج أكمل هذا الحوار الحوار بتاعنا هيدور ما بين هنا وما بين نور هنا بدأت بالكلام وقالت لها Would you like to meet up tomorrow نور هل تحب meet أب يعني نتقابل هل تحب أن نتقابل في الغد؟ فقالت لها that would be great هذا يبدو عظيما هنا وسألتها سؤال قالت لها I am not sure لست متأكدة I think the club is closed tomorrow أعتقد أن النادي مغلق بالغد قالت لها okay shall we go to the zoo نقدر نروح حديقة الحيوان زن عند إذن فردت عليها قالت لها somewhere indoors somewhere indoors فقالت لها سؤال قالت لها I am not sure لست متأكدة. Why is it very busy؟ ليه هي زحمة كده؟ فقالت لها: Okay, let's go to see these tourists and to talk to them. That will be fun. Uh, هذا يبدو uh, رائعا. تعال بقى نبدأ نحل. Would you like to meet up tomorrow نور؟ تحب إن نتقابل بكرة؟ فقالت لها: it would be great. هذا يبدو عظيما. هنا. سألتها سؤال قالت لها: "I am not sure, لست متأكدة. I think the club is closed tomorrow. أعتقد إن النادي مغلق في الغد". أو ما رأيك في الذهاب إلى النادي؟ What about going to the club tomorrow? What about going to the club tomorrow? فقالت لها: "I am not sure. I think the club is closed tomorrow. أعتقد إن النادي مغلق في الغد". فقالت لها: "Okay, shall we go to the zoo؟" نروح بقى طيب حديقة الحيوان؟ فهتقول لها I am not very keen on animals I am not very keen on animals أنا لست مغرمة بالحيوانات فردت عليها وقلت لها طب somewhere indoors نروح حاجة داخلية What about going to the pyramids فقالت لها I am not sure But it is busy. إنها مزدحمة، فقلت لها: why is it very busy؟ ليه هي مزدحمة؟ فقلت لها: لوجود كثير من السياح. قالت لها: اوكي، okay, let's go to see the tourists. يلا نروح نشوف السياح and تو to ما نتكلم معاهم. that will be fun هيكون ممتع. أما على السؤال الثاني Write what would you say in each of the following situations صديق الأول بيقول you suggest visiting your Orman Gardens refuse politely هنا بقى أرفض بأدب آه, أرفض بأدب أو I am sorry I am busy آسف أنا مشغول السؤال الثاني someone asks you about the way to library بيسألك عن الطريق للمكتبة فأنت هتجاوب له هتوصف له الطريق أقول له go straight on this road then turn left

سوبر ماركت الحريه رنج ذا بوليس اتصل بالشرطه ماي جارد عثمان شريف هاز جاست فوند اند تولد مي ذات ذا سيفز هاز ستولن lots of money from my shop قال لهم اني الحارس عثمان شريف اتصل بي حالا واخبرني بان اللصوص سرقوا كثير من المال من المحل officer مرزوق الضابط مرزوق اند تو بوليس واثنين من رجال الشرطة rushed to the supermarket اندفعوا إلى السوبر ماركت the guard said to the officer قال لهم الحارس I was sitting in my room at the back كنت أجلس في حجرتي في الخلف of the shop I hear the sound of breaking glass سمعت صوت تكثير الزجاج I turned on the lights uh, uh, أشعلت النور uh, but we, they weren't working ما كانتش النور بيشتغل someone had turned off the electricity حد منهم طفى الكهرباء uh, uh, and I ran into the shop we greet داخل المحل I could not see anything مش شايف اي حاجة suddenly someone grabbed me يعني مسكني بقوة مسكني دي عايدة على مين uh, على الجارد عثمان شريف and but a cloth over my face وحط قطعة من القماش على وجهي. I couldn't breathe لما استطيع التنفس and I fainted وفقدت الوعي. About an hour later وبعد ساعة I woke up استيقظت. The guard continued وأكمل الحارس. The thieves had smashed the glass door to get in. سماش ده حطموا الباب لكي يدخلوا. Then وعندها إذن they stole the money and escaped سرقوا المال وهربوا so I found Mr. المصري اتصلت بالسيد المصري صاحب المحل طبعا uh, did you see the thieves شفتهم officer مرزوق أسكت الجارد طبعا هيقول لا لان الجو كان ضلمه the guard replied no but I heard a voice it sounds like علي شوكت الصوت ده زي صوت علي شوكت he used to work here اعتاد العمل هنا السؤال الاول بيقول هو رانج ذا بوليس مين اللي اتصل بالشرطه طبعا اللي اتصل بالشرطه هيكون مستر مهاب المصري ودي هتبقى نمبر 1 نعلم عليها What did the thieves smash? ماذا حطم اللصوص؟ طبعا حطموا الباب الزجاجي the glass door. دي إجابة نمبر 2 What do you think of the thieves إيه رأيك في اللصوص؟ طبعا اللصوص دول bad people طبعا the thieves are bad as they stole سرقوا the supermarket تعال بقى نشوف choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة A put a cloth over the guard's face The policeman مان ولا وركر ولا سيف ولا دكتور طبعا العمل كده كان سيف اللص هنختار نمبر 3 Someone had turned off the electricity, so they weren't working. The lights, the shop, the phone, the lights. يبقى النور ما كانش شغال. The underlined word me refers to مهاب مرزوق عثمان ولا علي طبعا ده كان الحارس فقلنا عليه عثمان بعد كده choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة You can see flowers and plants from all over the country at Roman Gardens Hungry, busy, noisy, wild طبعا اختار wild The ancient mosque was built in the 13th في Count Century Center طبعا في القرن ال 13 فهنختار century. Why you come to my house no ولا aren't ولا don't ولا doesn't طبعا ده اقتراح او دعوه فاقول why don't you؟ لما لا؟ The bed wasn't he couldn't sleep well لم يستطيع النوم جيدا comfortable ولا well noisy ولا well slow ولا well easy طبعا wasn't comfortable لم يكن مريحا. We had a afternoon without the children. Traffic peaceful noisy peace بدون الاطفال ودوشتهم يبقى peaceful. Is the activity of making pots هو النشاط اللي احنا بنقوم فيه بصناعه الاواني dishes of uh, clay من الصلصال. The journey, uh, century Farming Jewelry Pottery طبعا ده البوتري صناعة الأواني الفخارية. My friend asked me to suggest a place to take ولا go ولا meet ولا ولا meet, meet. طبعا قال لي اقترح لنا مكان لكي نتقابل يبقى نتقابل meet. The train at Luxor early, early tomorrow morning. stops ولا stop ولا stopping ولا stopped طبعا stops لان قلنا مواعيد القطارات كلها هتكون في المضارع الاي البسيط is tom here tom موجود no he is his brothers with at on in no he is at his brothers يعني يقصد في بيت اخوه he lives 21 تحرير street ده عنوان هيختار at at 21 تحرير street نيجي بقى rewrite the following there are 10 minutes left باقي 10 دقايق then the train leaves عايز in خلاص هقول the train leaves in 10 minutes طبعا سهلة سيغادر القطار خلال 10 دقائق معناتها number two. I am interested in helping the poor وعايز luck يبقى I look after the poor. أنا أعتني بالفقراء. He has a match at 7:30. Starts. عنده ماتش الساعة 7:30 يبقى الماتش هيبدأ الساعة 7:30 The match starts at 7:30. روح بقى للسؤال الخامس Complete أكمل الجمل بالشكل المناسب. The program finished at 5:30. طبعا ده ميعاد فهقول finish هحط لها es number two I walked to work but I came home but a proposition the bus أنا رحت ماشي ولكن رجعت في الأتوبيس فهقول on the bus number three I'd love go there طبعا عارفين إن would love أو would like أو would prefer يجي بعدها to المصدر فهقول to go I am Tariq and I live in a small village. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته